كنت تعرف على طريقة وكيفية تفعيل ضبط حد البيانات على هاتفكم سامسونج. قم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الاتصالات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على استخدام البيانات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على دورة البيانات الهاتف المحمول، عفوا على دورة الفواتير والتحذير حول البيانات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط حد البيانات. وهكذا نكون قد قمنا بتفعيل ضبط حد البيانات، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في